مرورا إن شاء الله إلى المحور الرابع وتتمة للمحاور السابقة، سنتحدث اليوم عن نشأة الدول المستقلة ببلاد المغرب. عرفت بلاد المغرب خلال القرن الثاني هجري عدة اضطرابات أدت إلى ظهور عدة فرق إسلامية، ومن أسباب ظهورها بعد المنطقة على مركز الخلافة بالمشرق، وكذلك سوء معاملة بعض الخلفاء لسكان المنطقة. هذه القلاقل ساهمت في ظهور إمارات مستقلة عن الخلافة العباسية تبنت مذاهب مختلفة، والتي سنتحدث على البعض منها فقط. في بادئ الأمر سنتحدث عن إمارة النكور. تقع إمارة النكور بشمال المغرب الأقصى على بعد 26 كيلومترا شرق الحسيمة، وكانت تدعى في البداية بمرسى موسى لكون موسى بن نصير نزل بأحد جبالها. ومن مميزات هذه المنطقة أنها لم تخضع لعملية الفتح الإسلامي التي دامت حوالي نصف قرن من الزمن، وتعتبر مدينة نكور عاصمتها التاريخية. وكانت تضم الإمارة كل من مليليا وتمسمان وبادس، وتتوفر كذلك على عدد من المراسي مما ساهم في إشعاعها الحضاري حينها. وتوزعت القبائل العربية بعد الفتوحات الإسلامية، وكان صالح بن منصور من الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام. اتعلم بالقيروان مبادئ الإسلام، فأرسله حسان بن نعمان الذي كان قائدا على إفريقيا لضم منطقة الريف التي تستقر بها فروع نفسه، حيث وفد على مرسى تمسمان سنة 698 ميلادية، فأصبح مشهورا بين أهلها بالورع والصلاح من خلال الدروس التي كان يلقيها حول الإسلام بكل من نكور وقبائل نفزة وصنهاجة وغمار، فأصبح مشهودا له بالورع والصلاح إذ استقطب العديد من أهل هذه المناطق للدخول في الإسلام. وتختلف الروايات كذلك حول أصله، فابن خلدون وابن الخطيب يرجعون نسبه إلى عرب اليمن، فيما اليعقوبي يرجعه إلى نفزة. ساهمت هذه العوامل في إعطاء الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك تعاليمه بإقطاع المنطقة السالفة الذكر له، وذلك سنة 710 ميلادية، وأمر موسى بن نصير بأن لا يتدخل في شؤونه، فأصبحت إمارة نكور ذات ارتباط مباشر بالخلافة بدمشق، باستثناء المشاركة في ثورة ميسرة المطغري لفترة زمنية جد محدودة على يد داود الرندي. إلا أن أهل المنطقة قاموا بتصفية الرندي ونصبوا مكانه صالح على الإمارة، فبايعته كل من قبائل غمارة وصنهاجة، وأسلم الكثير منهم على يده، وقد ظل على رأس الإمارة إلى أن وافته المنية سنة 750 ميلادية. هذه الوفاة التي تزامنت مع قيام الدولة العباسية وأفول الخلافة الأموية. تولى المعتصم بن صالح زمام الإمارة بعد وفاة أبيه الذي اشتهر بالتعبد والشهامة. نهج طريق العدل والصلاح واقتفاء طريقة الخلفاء الراشدين، وقد كان يجمع بين الإمارة وإمامة الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وقد واجه بنو صالح أفكار الخوارج والشيعة والمعتزلة التي توالت على المغرب، لكنهم أخذوا بمذهب مالك الذي انتشرت تعاليمه على يد فقهاء المنطقة، لكن فترة حكم المعتصم لم تعمر طويلا. توفي سنة 750 ميلادية.
نصب مكانه أخوه إدريس بن عبد الرحمن بن معاوية الذي نصب مكانه أخوه إدريس بن صالح على رأس الإمارة، والذي استكمل أركانها وجعلها حاضرة للبلاد، وقد استقبل بها عبد الرحمن بن معاوية الذي جاء هاربا من بطش العباسيين، إذ قضى على خمس سنوات بالإمارة، ولقب بعبد الرحمن الداخل. هذا الأخير الذي كان منصبا على التخطيط لتأسيس إمارة بالأندلس، وقد توفي إدريس بن صالح سنة 760 ميلادية. وقد عرفت إمارة النكور فترة حكم سعيد بن إدريس الذي تبتدئ من سنة 760 ميلادية وتنتهي بوفاته سنة 796 ميلادية الشروع في بناء حاضرة النكور، إذ أصبحت تحتوي على مسجد شبيه بمسجد الإسكندرية ودار للإمارة ومصلى وأسواق وحمامات ومرسى إلى آخره. هذا الإشعاع جعل المدينة تستقطب عدة حرفيين وكذلك التجار اليهود، وأصبحت كذلك تستقبل القوافل التجارية الصحراوية التي تأتي من السودان، مما جعلها حلقة وصل بين مالقة وبجانة وبادس ومليليا. إلا أنه مع مرور الزمن انسلخت قبائل صنهاجة وغمارة عن إمارة سعيد بن إدريس، وانخرطت في سلك إمارة الأدارسة الحديثة العهد، وكادت الثورة التي قام بها المسمى مسكن الصنهاجي للإطاحة بإمارة بني صالح، لكنهم استفادوا من تصفية إدريس الأكبر مؤسس الإمارة الإدريسية. وبعد هذه الأحداث وتولي صالح بن إدريس أمور الإمارة سنة 796 ميلادية، عادت نكور إلى إشعاعها السابق. كل هذا جعلها تتعرض لضربات النورمان الإسكندنافيين فجأة، وذلك سنة 858 ميلادية، فتعرضت للنهب والتخريب وسبي النساء، وقد نتجت هذه المشاكل الداخلية بين المكونات القبلية ثم بين الجنود والعام. لكن هذه الحالة قد استقرت عندما تولى سعيد بن صالح حكم الإمارة سنة 864 ميلادية، لكنه تعرض للقتل من لدن الفاطميين سنة 917 ميلادية بعد الهجوم الذي قاموا به واستولوا على النكور، وقد أعادوا كذلك الكرة فترة حكم أيوب إسماعيل بين 932 ميلادية و 934 ميلادية، والذي بدوره تمت تصفيته. وقد تعرضت الإمارة كذلك إلى الهجوم من طرف قبائل مكناسة بقيادة موسى بن أبي العافية الذي حاصرها، إلى أن تمكن من قتل عبد السميع المؤيد الذي كان على رأس إمارة فترة 929-931 ميلادية، وقام كذلك بتخريب المدينة وهدم أسوارها على إثر ما سبق. هاجم الأمويون الإمارة بواسطة أسطول يتكون من عدة مراكب على متنها حوالي 3000 رجل، واحتلوها سنة 935 ميلادية. وقد تعرضت المنطقة كذلك للاحتلال من طرف الحجابة العامرية التي كانت تحكم قرطبة، إذ أنزلت بها جنودها. أما على المستوى الاقتصادي فقد ساهم النشاط الفلاحي في جعل إمارة النكور مركزا لإنتاج الحبوب، وهذا راجع لسياسة السقي التي طغت على هذا النشاط، زيد على ذلك مرسى تمسمان والمزم، إذ نشطت المبادلات التجارية حيث تحولت كل من نكور وباديس إلى مراكز تجارية، وصارت جسور ربط بين عدة مناطق من العالم الإسلامي. أما على المستوى الثقافي فقد عرفت المدينة
ازدهارا على المستوى العلمي والأدبي، وقد قصدها الطلبة، ومن بين أبرز أبنائها موسى بن ياسين المختص في الرياضيات، وحسين بن فتح المهتم بالنحو والشعر، زيادة كذلك على عدد من الفنانين. ومرورا إلى إمارة برغواطة، تأسست هذه الإمارة سنة 744 ميلادية من لدن طريف أبو صالح، وقد اختلفت الكتابات حول أصله، فهناك من تشير بأنه ذو أصول يهودية من ولد شمعون بن يعقوب، فيما أخرى ترجح بأنه بربري برغواطي جاء من واد برباط بالأندلس أو مسلم. وقد قامت هذه الإمارة على أرض تمسنة التي تقع بين نهري أبي رقراق وأم الربيع، وقد توسعت على كل من دكالة وعبدة والحوز والمعمورة. تتميز هذه المنطقة بسهولها وتربتها الخصبة، وكذلك الغابات والمياه، إضافة إلى رطوبة المناخ. كل ما سبق ذكره جعلها منطقة فلاحية بامتياز، وملتقا للطرق التجارية البرية والبحرية لتوفرها على مراسي عديدة، منها الزمور وأنفا والرباط وسلا، مما جعلها تنفتح على الخارج. ويتكون سكان برغواطة من خليط من القبائل، هذا الخليط الذي شكل عصبية حول مركز برغواطة وظل مستميتا في الدفاع عنها. شارك طريف أبو صالح في فتح الأندلس إلى جانب طارق بن زياد سنة 709 ميلادية، وانضم كذلك إلى مذهب الخوارج، وأصبح من قوات ميسرة المطغري، حيث شارك في ثورته، وبعد مقتل ميسرة تفرق أصحابه، إذ أسس إمارته السالفة الذكر إلى أن توفي بها. وبعد وفاته تولى ابنه صالح حكم الإمارة سنة 742 الذي سبق وأن انخرط في الحركة الصفرية، كما شارك إلى جانب أبيه خلال حروب ميسرة. وقد أوصى أبوه عليه قبل مماته سكان تمسنا واصفا إياه بالعلم والفضل. صاغ صالح بن طريف بعد عودته من المشرق مذهبا مختلفا عن جميع المذاهب الإسلامية، وهو مذهب يجمع فيه كل من مبادئ الصفرية والشيعة والاعتزال والزهد، وألف لقومه كتابا بلغتهم ضمنه شرائع منافية لما جاء به الإسلام. وعلى الرغم من هذا ظلت الإمارة متشبتة بالمذهب الصفري خلال فترة حكمه، والتي بلغت 47 سنة، وقد حافظ على كتمان تعاليم البرغواطية وأباح بها لابنه، وطلب منه الاحتفاظ بها لنفسه إلى حين اشتداد قوته. هذه الإمارة التي استطاع إدريس أكبر أن يسيطر تقريبا على جل ربوعها، مما جعل صالح يعتزل الحكم والتوجه إلى المشرق، وظلت كذلك الإمارة بعد اعتلاء إلياس سدة الحكم في مواجهات شبه دائمة مع إدريس الثاني الذي استطاع بدوره السيطرة على معظم نفوذ ترابها، حيث بقي المذهب الصفري سائدا بالإمارة، بينما المذهب البرغواطي كان يتناقله فقط بعض المقربين من الإمام، إذ استرجع إلياس بن صالح نفوذه بقبائل مصمودة، وقد وافته المنية سنة 836 ميلادية. تولى من بعده يونس بعد وفاته قيادة الإمارة سنة 836 ميلادية، وقد استفاد من مشاكل أدارسة، فشن حربا على من اتبعوا الإمامة الإدريسية، إلى أن أمسك بزمام أمور، ثم توجه لأداء مناسك الحج إظهارا لتمسك البرغواطيين بفرائض الإسلام الخمسة. وبعد وفاته سنة 879 انتقل الحكم إلى فرع أبي غفير سنة 884، إذ وسع نفوذ إمارته صوب جبل درن والبرانس ومطغرة ومكناسة وزواغة كذلك وجراوة، وتعتبره معركتي تيم غسنن
ووادي بهت من المعارك الضارية التي أقبل عليها البرغواطيون. وبعد وفاته واعتلاء خلفه للحكم سنة 911 نهج هذا الأخير سياسة ابتزاز القبائل عن طريق القوة. عرفت إمارة برغواطة ما بين سنتي 884 و978 ميلادية الاستقرار والازدهار نتيجة مردودية النشاط الفلاحي والصناعي، إذ أصبحت منطقة مستقلة بذاتها. خلال نهاية هذه الفترة نهج البرغواطيون سياسة السلم، وخصوصا مع الخلافة الأموية بالأندلس، لكن في الأخير تعرضت الإمارة للهجوم من لدن الفاطميين، مما سهل مأمورية قبائل بني يفرن الزناتية للاستحواذ على سلم وعلى طول الممرات في اتجاه تيرلا، كما تسللت قبائل مغراوة نحو أغمات وسوس، وبذلك أصبحت إمارة برغواطة تنحصر داخل رقعة جد ضيقة تقع بين نهر أسمير ونهر أم الربيع والمحيط الأطلسي، إلى أن قضى عليها المرابطون سنة 1060 ميلادية. وفي الأخير يمكن القول بأن إمارة برغواطة كانت قوة سياسية في المغرب قبل المرابطين. وبعدها سنمر إلى إمارة بني مدرير. تأسست إمارة بني مدرير على يد أبي القاسم سمكو بن واصور المكناسي الملقب بمدرير، تعلم هذا الأخير على يد عكرمة البربري بالقيروان، اتعمق في أصول المذهب الصفري وصار من رجال ميسرة المطغري، وبعدما تجمع حوله مجموعة من الخوارج تم اقتطاع سجل ماسة من مجال القيروان، وبايعوا عيسى بن يزيد الأسود بالإمامة، وذلك سنة 757 ميلادية، فأولوا اهتمامهم لتشييد مدينة سجل ماسة، وقد نشب الصراع بين الإباضيين والصفريين حول الهجوم على القيروان، خاصة بعد تولي العباسيين الخلافة عليها. فانضمت كل من قبائل مكناسة وزناتة وقوم عيسى بن يزيد الأسود إلى الكيان الجديد الذي برزت عنه إمارة بني مدرير. وبعد هذا ظهرت قلاقل داخلية نتج عنها قتل عيسى بن يزيد الأسود، وذلك سنة 771 ميلادية، وتعويضه بسمكو بن واصور الذي تولى تسيير شؤون الإمارة إلى حين وفاته سنة 784 ميلادية. ثم تمت البيعة بعد ذلك لابنه إلياس الملقب بأبي الوزير الذي تم خلعه سنة 790 ميلادية، ونصبوا مكانه أخاه اليسع الملقب بأبي المنصور، والذي عرفت فترة حكمه التوسع بتراب درعا والتحكم في تسيير مستخرجات المعادن وإخداع القبائل الزائغة عن سكة القانون المسطر، كما تحكم في المحاور التجارية اتجاه السودان لجلب الذهب والرقيق. وازدهرت كذلك في عهده المواصلات التي تربط بين سجل ماسة وموانئ البحر الأبيض المتوسط والقيروان وأغمات ونفيس وشالة وتمسنة، كما امتدت نحو فاس وسبتة. وقد أولى الأمير اليسع كذلك اهتمامه لعمران سجل ماسة. استقبلت هذه المدينة، أي مدينة سجل ماسة، سنة 818 عددا كبيرا من الأندلسيين الفارين من بطش الأمير الأموي الحكم بن هشام، حيث انتشر السكان ضواحي المدينة، وخاصة بالقرب من المجاري المائية التي هي عبارة عن نهرين متفرعين عن واد زيز. على إثرها ظهرت زراعات متنوعة تتجلى في الحبوب والقطن والخضر والأعناب وكذلك النخيل. وبعد وفاة اليسع سنة 823 تولى من بعده ابنه مدرير، حيث عرفت المنطقة عدة اضطرابات على المستوى السياسي والمذهبي، أي الصفري الإباضي، واستقرت إلى حين بداية فترة حكم اليسع بن ميمون، وذلك سنة 883 ميلادية،
لكن موقع سجل ماسا المعوري في التجارة جعلها تتعرض للهجوم من لدن الفاطميين. تم قتل الأمير سنة 867 وتحرير إمامهم عبيد الله المهدي من الأسر والتنكيل بالأمراء وتشتيت النظام السياسي بها. لكن بعد صعود الأمير المدراري محمد بن الفتح الملقب بالشاكر لله للإمارة سنة 943 ميلادية، تصدى لدعوة الفاطميين ونبذ المذهب الصفري وجنح إلى السنة والجماعة. على إثرها سمي بأمير المؤمنين، كما قام بسك العملة. لكن هذا التحول لم يدم طويلا، بعد أن قام الفاطميون بقيادة خزرون المغراوي بالهجوم مرة ثانية على المنطقة سنة 976 ميلادية، فاحتلوها وقضوا على آخر أمراء بني مدرار. ومرورا إلى الإمارة الإدريسية، في البداية يجب طرح السؤال: هل الأدارسة إمارة أم دولة؟ حكم الأدارسة لم يرقى إلى دولة، ويتضح هذا من خلال الكتابات الأكاديمية بتصنيفها كإمارة، وعلى رأسهم كتاب تاريخ المغرب تعيين وتركيب الذي أشرف عليه وقدمه الأستاذ محمد القبلي. هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه جل من الأكاديميين. ويعود تأسيس إمارة الأدارسة إلى الاتفاق الذي وقع بين زعيم قبيلة أورب إسحاق بن محمد وإدريس بن عبد الله، الذي جاء فارا من المشرق بعد وقوع معركة فخ سنة 785 ميلادية. هذه المعركة التي وقعت بين آل علي بن أبي طالب والعباسيين، وذلك رفقة كل من راشد بن منصت الأوروبي الذي كان مسبيا صغيرا، وتم نقله إلى الشرق فترة حكم موسى بن نصير، وشخص آخر كان من شيعة أخيه إبراهيم بن عبد الله معتزلي المذهب. هذا المذهب الذي كان يعتنقه زعيم أوربا، مما سهل مأمورية التفاهم فيما بينهم. في الوهلة الأولى عندما وفد المولى إدريس على المغرب، توجه نحو طنجة التي كانت تعتبر من المدن الهامة، إذ مكث بها بعض الأيام، لكنه لم يجد ضالته بها، فغير وجهته رفقة صاحبه راشد صوبة وليلي التي تطل على مشارف جبل زرهون، حيث نزل ضيفا على زعيم أورب